الرجل الذي عاش وضحى من أجل الأمة العربية ومن أجل الوحدة دقيقة حداد على روحه. في شرفة قصر الضيافة في دمشق قال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لأول مرة يزور دمشق، قال: لن تغيب الشمس عن الأرض العربية. ومن هذه الكلمة ألف عبد الرحمن الأبنودي أحلف بسماها وبتربها ولحنها كمال الدولة. الشمس العربية.